انا ما عنديش مشكل خصك تعرف واحد القضيه، انا ما عندي مشكل مع حتى شي حد، انا راه مصالح مع الجميع ومخاصم مع الجميع، انا راه ما عنديش مشكل مع شي حد ولحد الان انا نقولها ما عندي حتى شي اشكال وحتى شي مشكل مع شي حد، وتقدر تجيني خدمه معاها ونخدموا عاديين خدمه بروفيسيونيل عادي. انا مصالح مع كل شيء، انا راه ما مخاصم مع حتى شي حد. يا باش نقول لك ما مخاصم مع حتى شي حد. ما درتيش معاها فاش خرجت اختها من الحبس؟ لا ما عندناش ديك العلاقه ديال انا نسول فيها ولا هذا، مي على سلامتها هادشي اللي نقول، ما باش نافقك نقول لك انا دورت لا شي حاجه، ما كنافق. كاين شحال من واحد تيقول لك كاين اللي كيدور واخا ولا تيكتب هي تيبي يشمت، فهمتي؟ كاين دي جون اللي كيمشيو اللي كيدوروا ولا كيكتبوا دي ستات ولا شي حاجه باش يشمتوا، انا ما شو با لو جون صراحه. طلع الله يستر ليها ما كاين ما يتقال، يعني الانسان هو اللي كيعرف اشنو اللي في صالحه اشنو اللي ما في صالحوش. ما نقدرش نجيجو، ما نقدرش نقول شي حاجه اللي ماشي هي هذيك، لانني ماشي منافق، انا لست منافقا الحاجه، لكن مرات تنقولها انا حتى في حياتي اليوميه ماشي بالضبط حتى خصني نفق عباد الله في لي ستوري كنبين الوجه الاخر وفي الحقيقه ديالي وجه اخر. يعني انا كنت انسان فرحان تنبارطاجيها، كنت انسان الدم تندير تنبارطاجيه، ما عنديش المشكل. شوف ما كايناش الاصدقاء فاش نقول في المجال الفني، كاين مصلحه و قضيتي لي غرض نقضي لك غرض سالينا من الاخر بوان باغ. انا ما عندي اصدقاء كاع في حياتي، ما عنديش بصراحه الله ديال القهوه. اه كاينين قهوه معان نشد معاه الستون تسالي وقتي نقلب الروايض، اما زعما كان اصدقاء لا لا. سي عندي درت فيلم سينمائي مع المخرج لطفي الجاوي اللي العنوان ديالو الشطاح، اللي كاين مجموعه من الفنانين منهم اسماء خمليشي، كاين استاذ الجراري، كاين هذا سميتو عليه جواد السايح، كاين اميه بعزيه، كاين يعني تبارك الله كاين فنانين كبار في فيلم سينمائي. وعندي واحد الدور اللي هو كوميدي، وعاد تطرح ان شاء الله تقريبا في القريب العاجل يمكن في رمضان في القاعه السينمائيه، وكذلك المهم سيربرايز